يخاطب طاهر محمد حسن ربان سفينة الهدهد ميناء المكلا للحصول على إذن لإرساء سفينته على أحد أرصفة الميناء. فهذه هي المرة الأولى منذ نحو شهرين التي تصل فيها سفينته المحملة بالأغنام إلى المكلا قادمة من ميناء بوصاص الصومالي. بعد قرار السلطات المحلية بحضرموت السماح مرة أخرى باستيراد المواشي من القرن الإفريقي بعد أن أصدرت قرارا بمنع استيرادها في إبريل الماضي خشية انتقال عدوى فيروس كورونا. هذا سفينة هدهد جاي أول مرة من ميناء بوصاصو إلى ميناء مكلا عن طريق البحر. جينا 24 ساعة بعد وقوف الاستيراد المواشي شهرين محملين غنم وبقر والإبل. استئناف استيراد المواشي الأفريقية جاء وفق شروط وإجراءات صحية صارمة اشترطتها السلطات المحلية. نحن من جهتنا هو جانب ملاحي بحت، لكن يهمنا يضع عدم انتقال العدوى هذه، فقمنا شددنا على الإجراءات الطبية، الفحص الطبي للبحارة أول ما يتم تعشيق السفينة، يتم رشها بالمواد المطهرة وحجز الطاقم في كابينة خاصة حتى انتهاء تفريغ الشحنة. طبعا تم استيراد هذه المواشي عبر شروط طبية صارمة قام بها مكتب الزراعة، لدينا مختصون في هذا الجانب قاموا بعملية فحص المواشي هذا لمنع انتقال أي عدوى من الأمراض أي كانت من الأمراض هذه. عبد السلام سعيد طبيب بيطري في وزارة الري والزراعة يصعد على متن إحدى السفن لفحص حمولتها من الماشية والتأكد من خلوها من الأمراض العابرة للحدود. نقوم بفحص الأمراض متعارف عليها منها مرض البروسيلا بروسيلوزيس، هذا المرض يعتبر يسموه في الطب البشري أمراض الحمى المالطية، يعني هذه اللي يعتبر من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مرض حمى الوادي المتصدع الذي ينقلها البعوض. طبعا من ضمن هذه الأمراض التي تفتك مجرى الحيوانية وتسبب نفوخ كبير أيضا مرض البوكس البي بي آر أو مرض البوكس اللي هو مرض الجذري الأغنام والماعز، وبعد هذه الإجراءات الصحية تذهب إلى المحجر البيطري اللي تم حجزها هناك. ويشكل استيراد الأغنام والأبقار والجمال من دول إفريقية كالصومال من أهم مصادر تغطية احتياجات السوق المحلي من اللحوم. الإحصائيات تشير إلى أن ميناء المكلا استقبل خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 40,000 رأس من المواشي المستوردة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.